السلام عليكم، اهلين فيكم في فيديو غير عن الفيديوهات اللي نسويها. الفيديو هذا راح يكون عن بلاي ستيشن. كبدايه راح نتكلم عن العاب بلاي ستيشن، فيديو منفصل. الفيديو الثاني راح يكون عن بلاي ستيشن نفسه. فهذا الفيديو اللي يحب العاب بلاي ستيشن ويعرف شو العاب بلاي ستيشن بتنزل بلاي ستيشن 5 يشوف هذا الفيديو. فخلونا نبدا. كبدايه ما ادري بكل شيء، انا ما اعرف حق الالعاب، ما اتكلم مو بجو الالعاب، فما في الا علي. فعلي تكلم من البدايه شو اللي صار على المؤتمر. اول شيء خبر عاجل من حسابي في البنك، عندك سلف. طيب كمل. يلا نبدا. اول شيء بنبدا بالالعاب، في النهايه بعدين نشوف الجهاز. اول شيء في الالعاب، انتم بتشوفون معنا الفيديو هذا. اول لعبه اعلن عنها كانت جي تي اي. جي تي اي اللي هي حق بلاي ستيشن 1، اذكر هذيك اول جي تي اي جراند 5. اه اعلن عنها. لا هذه 5، هذه هي. ليش اعلن عنها؟ الفايف 5 اللي نزلت على بلاي ستيشن 3، نزلت على بلاي ستيشن 4 وعلى البي سي، والحين رفعوها للبلاي ستيشن 5. بس رفعوا الريزولوشن، رفعوا على شو اللي حطوا؟ قالوا اكستندد اند ما ادري انهانسد، بس ما تكلموا. يعني قالوا بينزلون جديدهم، كانهم جديدهم شغالين جديد. يعني هم شغالين على الجديده بس باقي لها وقت. هذا ما بمرتبين، بس هذا يعني الالعاب الخاصه بالنكست جن، لان هذا اللعب الوحيد الريماستر او اب سكيلد حق اللي هي النكست طيب جن. هذا بس هذا الحصريات حق الجيل الجاي، ما راح تشتغل على الجيل القديم. ما تشتغل على الجيل القديم بس 5. اوكي، في بعضهم يمكن يشتغلون حق الاكس بوكس، لان الاكس بوكس لها شغله ثانيه الاكس بوكس، بس انا اتكلم عن البلاي ستيشن الحين، لان هذول اغلبهم حصريات، اغلبهم عاد اكمل لعبه. نبدا اول شيء باللي هي سبايدر مان. هذا الجديد ولا هذا الجديد اللي هي سبايدر مان، بس اللهم مايلز موراليس اللي هي الخال. هم بالعوايد انه يصير يونيفرس اكثر من واحده، بس هالمره خلوها الجزء اللي راح موجود هو مايلز بي، خلاه اللي هي سبايدر في مجره واحده او يونيفرس واحد. اوكي، ما عرفنا عنها شغلات كثيره، بتجي الجيل الجاي. الساوند تراك بيصير خطير، تاكد انا. جران توريسمو 7 لازم كل بلاي ستيشن. جران توريسمو 1 اذكر هذه اللي هي لازم كل بلاي ستيشن جران توريسمو، لان حصري مالهم، عندهم استديو خاص بجران توريسمو. جران توريسمو اللي يحبون السيارات، انا يعني احب السيارات بس ما العب جران توريسمو، لان لازم لها طاره عشان تدخل لها. ترى الشباب كلهم بس يشترون بلاي ستيشن حق فيفا، هذا اللي يلعبون. عندنا نشوف فيفا وكول اوف ديوتي اغلب الناس يشترونها، يعني مع انه ما بغلط، بس تقدر يعني تلعب العاب ثانيه عادي. هذه ايه راتشت اند كلانك، خطيره. اللي ما يلعب راتشت اند كلانك حلوه، تغير جو على الاقل، ما بلازم كل العاب اقتل وطق وفجر. هذا دقيقه وقف، هذه كل لعبه يكون اسمها هنا موجود. ايه. اوكي، مكتوبين تحت. الرفت ذيلي شفتهم، الكسر في الفيلم ابارت. اوكي، اللي هي الكسر. فالرفت الموجودين هذولي اللي من مجره لمجره او من فتح لفتح، لان نزلوا جيم بلاي اللي تنقز لجهه ثانيه، هذول يمكن يستخدمون، الناس قاموا يتكلمون انه يمكن يستخدمون سرعه اللي هي الاس اس دي الموجود في الجهاز. أوكي. فتقدر يعني تقفز من مكان لمكان، وما في لود، ما في شيء بوب اوت، يعني ما في شخصيات يرسبنون قدامك ولا شغلات، فكل شيء سموث. احنا بنتكلم عن الهاردوير والاس اس دي وكيف بيستخدمونه. احنا نتكلم عن اللعبة الحين، في النهايه نتكلم عن الهاردوير وهذولي. بروجيك اي اثينا ما تكلم عنه ولا شيء، بس اللهم هالتريلر ذا الوحيد. سكوير انكس دي اللعبه، واحدة تتمشى جمب سينز ثنتين بس، هذا هي. شو هذا؟ جديدة ذي؟ ايه، ما مش معروفة هذا الكاركتر ذا. ايه ذي ال all new. يعني all new series all كل شيء.
عندك هي هذه ستراي، ستراي اللي هي كلب، مو بضائع، شو اسمه بالعربي يعني زي كلب وقط ومشرد. مشرد. اي ما هذا، هذا ما ندري عنها اي شيء، العالم كله غريب، آليين، هذا حلاق يعتبر آلي. طيب الحين اللي قبل شوي اعلنوا عنهم بس متى بينزلون؟ ما اعلن عن وقت نزولهم. موجودين في نهاية كل فيديو اللي هي أغلبهم يا 2021 كلهم 2021، قليلين جدا اللي هي هولدي 2020، في لعبة واحدة 2022. هذا ذا كنا حلاق آلي مدري شلون غريب، يحلق الحل لا الآلي الثاني يعني يصلح يعني. هو شغل حلاق آلي لأن في صور تعرف كانت حلاقين يحطون صور قصات. إيه بس هو اللي يعدل على البلوط. غريب اللعبة بس لأنه بتحلق آليين، آليين ما عندهم شعر، فأنت شيك البلوط وزيت بلوطك. هذا قطوة وحيدة هي يعني كائن حي والباقيين كلهم آليين. العالم انا عاجبني، انا ودي اشوف العالم، بعرف زياده وش عشان انه كله اليين وكيف شو يسوون. في اليين فقاره، في اليين مدري، في اليين عندهم مكيفات مدري ما تدري ليش. إذا عندهم حلاق آلي وعندهم كيف. هم بحلاق هلاك هذا 2022 2021. ريتورنال دي بعد ما ندري عنها شغلات كثيره. انا اول ما شفتك بتقول هي حسبتها ايلين، نفس لعبة الايلين اللي نزلت. هجم الفضاء ديلي. هي تتكلم ان تقول ان كلت عيد اللي هي سقوطها في الكوكب كلها تعيد تعيد، نفس فيلم ليف داي ريبيت اللي هو ايج اوف تومورو، طيب الحين لها ديلي اسمين الفيلم ده. الالعاب ديلي ما حطوهم في المواقع اللعبة والسمري حقها ولا شيء حاطين ولا اي حاطين سامري، سامري يعني بس كل الموجود فيها، ما في كلام كثير عنهم اوكي او يعني. القصة حقها يشرح لك الفيديو اوكي ممكن كوكب تعرف. غريب شغلات كذا. ايه انا اول ما شفتك بتقول يمكن اللي هي جزء ثاني حق ايلين سكوينل شغله اسمها. ايه انا اول ما جابوها هذا دي كنت انا جالس لايف ستريم مع شباب في ديسكورد، اول ما جابوا السحاب ذا انا قلت اقول ليتل بيج بلانيت. هذا ساك بوي، هذا ساك بوي، هذا حق الشخصيه اطفال اللعبة ذي من بس حق اطفال حلوه ترى ليتل بيج بلانيت. العاب وي، الشخصيه ها العاب نينتندو سويتش، العاب اي حاجة اللي كل الناس اي انا اعرف حبايبي يعني تغير جو. ما يعني مش يعني الالعاب اللي قبل شوي الاطفال ما راح يلعبونها، هذه يا يقدرون حق الالعاب ايه يدخلونها هم وكل عائلة تعرف يبون فلوس من كل الناس. عائلي لعبة ايه نفس العاب نينتندو ابل كير ما شاء الله اركيد اركيد. ابر كير. هذا ساك بوي المفروض يصير فيها كواب بس ما ندري اذا في كواب اونلاين ولا كواب كاوتش كواب اللي مع مع بعض، بعض او انه يعني تقدر اثنينهم مع بعض. هذه شو اسمها ديستراكشن وين ديستراكشن اولتو. هذا اقول ديستراكشن أرينا حوادث، مارينا أرينا أرينا حوادث اللي هي حلبة حوادث، والدستراكشن حلو فيها. هذه وشو بروجكت سبيريت، هذه دي تشبه أفلام بيكسار. عرفت أفلام بيكسار؟ إيه نفس جو أفلام بيكسار. اي بيكسار تعرفها لان ستيف شو اسمه ذاك ستيف جوبز، ستيف جوبز اللي مسويها.
وديزني الحين موجوده، شريت ديزني خلاص فيلم حساب ديزني بلس لان تملكها ديزني. الشرير هذا ما يقتل الغابة وهي ترجع الغابة تحييها. حلوة الحقيقة يعني الارتس ديزاين مالها. انا يوم شفتها كذا قلت اقول اوكي شكلها حلو بس شكل الجيم بلاي مو بلها الدرجة، بس يوم شغلوا الجيم بلاي حسيت يعني حلوة، خاصة ان بين عليها ان ماخذين من النكس جيم، قوة النكس جيم شوي. ما ادري احس اكثر الالعاب اللي ينزلون الحين ما راح تكون او هم بدايه بعد. هم البدايه دائما يعني هو بهالدرجه الاول يعتبر بعدين في المستقبل خاصه تحديثاتهم يرفعون التيرافلوبس والاجهزه وغيره. هذه دي ستوري انا من شفته هذا هاي سكول هي هذه اللي نزلت عليه بليزات عليه بيس 2 ونزلوها على بيس 4 اللي هي ريميك. الحين هذا اللي هي الجزء الثاني منها. ايه اول دور هذا الاسم من الكايند، الكايند مال الناس اللي هي فضائيين ثانيين جاوا وسولهم حولهم كلهم سلايفز عندهم. هذا ايه هذا ايش اسمه غريب هذا جوست وير طوكيو، تحس انه سؤال وجواب. جوست وير طوكيو مع انه مو جوست وير از ذا جوست ولا وير ار ذا جوست. هذا غريب تتمشى في اليابان أو في طوكيو وتشوف يعني شغلات ما موجودة، يعني ما يشوفونها الناس الثانيين يعني جن وغيره، تحارب جن غير ما حد ثاني يشوفهم. وهم زادوا من الألعاب الآرتسي اللي فيهم ارت ديزاين وغيره. انا راح سبيس اكس. سبيس اكس لا هذا من حشين من من الارض طقينهم في الارض ولا لا؟ الارض ماتت. ها الارض ماتت تعرف اللي كل الحشايش اللي في الارض ماتت. لا يعني الارض قاعد تموت، يعني احنا خربنا الارض لدرجه ان قمنا في قصص دمرنا كثيره دربنا دربناها دربناها في قصص كثيره عن ان احنا بنغادر. اي استغفر الله ما بعنا نغادر ان احنا خربنا الارض لدرجه ان ما صارت ما تقدر المعيشه. اي ما تقدر انا ارتب ما صارت صراحه المعيشه لا لا ما نقدر نعدلها، فلازم نمشي نروح مكان ثاني مثل إيلون ماسك بيروح مارس بيعيش هناك. Godfalls إيه هذا Godfall. أنا متأكد Godfall من الألعاب اللي حتى يمكن reviews ما بلها الدرجة ما بتصير قوية. أنت ما حتى ما بجوك ده لا لا عادي أنا ألعب ألعاب اللي هي هاك اند سلاش ألعب هاك اند سلاش بس إنها من إنها بتنزل مع البلاي ستيشن هوليداي 2020 تنزل مع بلاي ستيشن، فممكن بس اللهم ريليس تايتل شيء يشترون الناس يلعبونه مع جهازه. على بلاي ستيشن اول واحد ينزل راح يكون عليه لعبه نفس اللي ولا يكون بدون جايين احنا بعدين. اوكي صح نسيت كم لعبه اللي ينزلون دي جايين احنا بعدين. هذه دي كانها جورني لعبه خلينا نتقدمها. والله ذي لعبتها ها دي نفس لعبة برادرز وذي كانها جورني لعبة برادرز برادرز ذا تيل اوف تو سونز اور ا تيل اوف تو سونز. ايه
حبيبنا بالله القرعة أشهر واحد مقروع في العالم. أنا سوزي قرعة أنا عمي أشهر واحد بالنسبة. شان أشهر واحد مقروع في العالم؟ أقرع في العالم هيتمان إيجين 47 هيتمان لعبة إيه إيجين 47 أشهر واحد أقرع في العالم باركود في فرقة شباب مشافوها لأن في التريلر موجود اللي هي اللي يجي لا لا في الجيم بلاي لأن نزلوا تريلر جيم بلاي ثاني اللي هي برج خليفة موجود في التريلر جيم بلاي إيه في برج خليفة في الشباب جينيوري 2021 يعني على طول بعد ما ينزل بلاي ستيشن بشهر أو بشهرين هذا إيه بلاي روم بلاي روم هذا البلاي روم دي موجود على حتى موجود على البلاي ستيشن حاليا البلاي ستيشن بس دي كانت حق اللي هي الكاميرا وحق تلعب بالكنترولر تطلع لي تطلع هذا الاليين منها وما ادري وش من تضربهم موجود يعني لعبه بيلدن هذا دي بعد ما قالوا انها بتصير بيلدن بس في احتمال كبير انها تصير بيلدن في الجهاز نفسه ليش يسوون كذا عادي ما تقدر تمسحها حتى وبياخذ من الاستورج ياخذ حجمها خفيف اقل من جيجا بس يعني شيء تسويه في جهازك اذا شريته لان ما في او في الاحرى بلاي ستيشن 4 لما كان في شيء هذا وش هذا اللي هي ليتل ديفل انسايد وين انسايد وين ذا هي الاسم انسايد اي بس اوكي انا حسبت لها يعني وين ذا الشرير وشي داخل من ذا بليس ما ادري ما بس اسم كذا حلو عاجبني انا الارت مالها عاجبني والجو طلع عجيب شوف 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 هذا ذي شوف هذا ينحاش لحقينا اشراء لحقه مدريد دي جو عجيب الحين ذي الالعاب ايش اللي خلت ريزولوشن من البلاي ستيشن 4 جاي لك انا اغلبهم مثل هذه اللعبه تلقاها اندي ولا شيء فيشترون حقوق يخلونها اكسكلوزيف عندهم ولا ما قتل لان دي تشتغل على ايباد ترى ما اشوف الا فيها لو بيسوون بيعدلون ايش اللي فيها عاد لا تقول تشتغل على ايباد لان في نواحي ثانيه من اللعبه ما تقدر تسيطر عليها الايباد اللي هي الشير ماس في اللعبه لان مثل هالالعاب ترى احيانا عادي يخليك من البدايه لود ماب خطير كبير فيزكس كبيره عاليه في اكثر من ام بي سي كثار عايشين في نفس الوقت وانت جالس تمشي مثلا في زاويه هالماب في المدينه مثلا في زاويه الماب الثاني الام بي سيز يظلون انت شلون تدري عنهم يظلون هذا الالعاب اللي تصير كذا لازم تروح لهم عشان تشوفهم يظلون هم هذا اللي يسيطرون على الجهاز اللي يحللون قوه الجهاز انه ما يخلون مثلا اللود سكرين نتكلم عن اللود سكرين وغيره انه يعني يخلون شغلات ضاله عايشه وتتحرك بس ما تكلم بالجرانت اوف اوتو ذيلي شو هذا ضلين في ذيك الجهة بس ما تدري عنه لازم تروح لهم لا جراند ثيفت يستخدم نظام ثاني اذا تلتفت يرسبنون شغلات اوكي بس عشان يسيطرون على عشان يخففون من بس في اشياء انك انت ما تهتم حق اللي حولك هذا اللي تبي انت تفكر هنا بس ان الريزولوشن اشياء ذا الارت ستايل ما بالريزولوشن الريزولوشن يمكن تلقاها تشتغل على 8 كي قوتها كشكل الحين كشكل الحين قوتها ما احس انه ماخذ شيء من البلاي ستيشن 5 يعني عادي هم شارين حصري شو طلع هذا ذا خلينا نتكلم عنه هذا ذا اللي الانحاش الشايب ذا ماي ليدي صار يعني اللي هي فان اللعبة إن في شخصيتين شخصية يروح ويكرف ويتعب وشخصية ثانية شايب مروج. أحس إن من الألعاب اللي يحبون بلاي ستيشن 5 اللي بيشترونه ما راح. لا هذا الألعاب تبيع لناسها ما بعلى إن البلاي ستيشن 4. أحس وصلنا مرحلة بلاي ستيشن 5 وذيلي مش الحق الأشخاص العاديين مش يعني أنا بلاي ستيشن 1 أول يوم صغير شريته. اوكي العاب مواطير ماي في ترى العاب في مرحب في سيرفيس طلعت ان العمر مال اللاعبين
قام يطوى. صدق ان في لاعبين صغار يجون بس ان صار حق يظلون ناس يمسكون يلعبون الاعمار عاليه. NBA 2K21 اللي تعتبر 2K ما لي دخل فيها. كانوا مزومين على السوات مالي يورونك ان العرق فيزكس وريزولوشن عالي العرق مالهم. لان هذا العاب الكره العاب الرياضه البدلات الجماهير النبات الحشيش السوات هذا اللي يركزون عليه قاموا ما عندهم شغلات كثير يعني يسوون عليه كالي جرافيكس. وش هذا السناكس؟ ايه باقي سناكس؟ هذا ذي غريب اللعبة ما ندري عنهم واجد يبي لها شرح. حق أطفال؟ شوف شوف انت نظامها غريب. شوف ربس طلوع ألعاب نينتندو سويتش ألعاب ما جابها. لا جابها مساعة لأن إذا ما لأن في تريلر أطول يجي وحش بس من تظلم من الوقت بعدين يجيب معانا الباجز الأكل ويصيرون وحش كبير فإن يمكن تصير رعب كل من الألعاب اللي تغشك اللي اسمه فان ما ادري وش وتلعب اول ليفل بعد على تنقلب عليك يتحولون اسمهم هذا الحيوانات الباجز الاكل يتحولون لوحوش. هذا ديمون سولز ديمون سولز ريميك لعبوا ديمون سولز بلاي ستيشن 4 وحطونا 5 يعني لا ريميك دي بلاي ستيشن 3 ديمون سولز والله ديمون سولز لها هلها شوف عليك انا استاذ انا لا حسبوني معاك اوكي دي من صوص خطيره بس صعبه اذا تحسبهم فروم سوفت وير يسوون كم اربع العاب اللي هي عندك ديمينج سولز هذا صعب واحد بعدين دارك سولز اسهل منها بس تظل صعبه بعدها بلاد بورن صعبه بس بعدها سكرو شادو داي توايس هذا اسهل منها بس تظل صعبه كلهم صعبين. ديمون سولز تنزل كل الناس بيكسرون الكنترولات اذا شروا بلاي ستيشن من العصبيه والله اتحداهم اول ما تلعبها 2020 انك اصلا احمد ربك انه وصل لك بلاي ستيشن اذا قدرت 2021 اذا قدرت تشتري بلاي ستيشن بداي ما تقدر ما راح يكون متوفر حسابي البنك تعطيني سالفه شغل شغل اي داث لوب هذه كان هل هي ايج اوف تومورو تموت وترجع تموت اهو ايه هو عايش في تايم لوب اذا مات يرجع اذا مات او انك تعدت اللي هي الميد نايت ترجع مره ثانيه من البدايه. كانها ايج اوف تومورو اللي هي لوف داي ريبيت نفس الفيلم بس اللهم الدي في دي ريليس تغير اسمه انك اذا مت ترجع مره ثانيه تبدا من جديد وجديد او انه بعد اللي هي شو اسمه جرامز هوغ داي طبعا هذه ما بالريفيل مالها لان هذه اعلنوا عنها تقريبا في جيم اووردز شفناها لايف جيم اووردز دثلوب اعلنوا شيء واحد تقريبا جديد ان في شخصيه بنت تلحقك تحب تقول ان شي لافز تو كيل يو اوفر اند اوفر تحب انك تقتلك وترجع مره ثانيه اللوب تقتلك مره ثانيه. عندك اربع شخصيات هذه
اي Resident Evil Villager Edition اللي هو فيليج Resident Evil 8. هذا حد الحين Resident Evil في الأجزاء الغير اللي يسوون ريميك قاموا يبعدون شوي شوي عن الزومبيز. أجل شو يسوون؟ يقتلون منهم؟ الحين مستذئبين. هذا مو بنزان برد بدا؟ لا مشايب هذا ده. ولا إذا تحسب الشياب زومبيز أنت. أنا أقول ما ترجع من السيارة إلا كله دم على وجهي. دع الشياب. شباك مطالب واحد. مستذئبين ولا؟ مستذئب، أوكي. هم في تريلر مستذبين ما تدري اذا في زومبيز ولا غيروا الموضوع هم. وهذا كروس بعد هذا الميليتري جاي اللي كان في الجيش تلعب فيه في الجزء الرابع. هذه اللعبة هذه كان كوجيما مسويها غريبة. نفس ذاك الجوهل اللي في ظهرك وتمشي به قدام هنا غيروه. هو نفس الجو مال كوجيما اللي كله كله يعني ساكت وشغلات تصير غريبة بس تسأل نفسك انت. حتى يشبه الماسكوت مال الاستوديو ماله، الاستوديو ماله مسوي له ديزاين ماسكوت اللي هي قمر صناعي كسر. ما قلت لك انا من ورا شو واحد حط ورا. لا دقيقة بس قمر صناعي كسر لأنه مو بالتريل الكامل مقصوص. قمر صناعي كسر السماء لأن السماء صار كأنه شاشات بعد فجأة انسحبوا للفضاء هذا المجال شو اسمه ثقب الأوزون ده. أي. هم ليش كله يطيرون ويثقبون في الأوزون؟ بنتي تبي تطير ما قاعد كلنا نبي. انت بتطير؟ كلنا نبي نطير. ليش تقول كذا؟ احسب نفسك بس انت. يعني ما تبي تطير؟ لا بطير امشي واطيح. تبيني اطير بعد ليش؟ الله العظيم والله ترد قوة الطيران. هذا اللعبة الوحيد اللي 2022 بتعبون عليها ان شاء الله. اوكي تعبون عليها. ليش حالني انا اول ما قمت اقول 2022 قلت اقول كوجيما بس غريب ما حط اللوجو مال الاستوديو ماله وكوجيما ما طلع. لانه اذا طلع كوجيما خلاص ابتعدوا لازم ترفيع زيادة على اللزوم. وبعد كوجيما ما يعرف يعني شيء كذا لازم يغرد عن لازم ينحز في تويتر لازم الانترنت ينقلب شهرين قدام انه كوجيما بيسوي شيء كوجيما بيسوي شيء. هذا هورايزن شو اسمه؟ اول قديم هورايزن. ايه هورايزن فرونتير ويست فوربيدن ويست. ايه شو رايك في الخلفية؟ تحلم بهالشياك ذا؟ ده؟ أنا مصورها ذين تحلم الله. وين مصورها فيه؟ هنا بالحديقة بنتي اللي نروح نلعب. والله زوجتي مصورتها. أنا أقول صدق مو بروفيشنال. شوف لا أنا. إيه بس طلع طلع. لا 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 لا. هذا شوف الخلفية. بس الحين قام قبل شوي تحلم فيها وحين مو. لا لا أنا تحلم بالشاك. أنا قلت يعني تبي الشاك. هو شوف عادل هنا بس لو ترقى فوق شوف طالع شو. إيه شفت شلون؟ انه حلو يعني مو بروفيشنال 100%. اوكي سلامك الله البروتاغونست نسيت انا والله شو اسمها هورايزن زيرو دون. الناس مرفعين فيها زي زوم. انا تحبها كيفك بس انا اللي لعبتها لعبه كويسه ما حسيت انها تحتاج الهايب كله اللي صار فيها. اسمها الحين تسافر واست. اوكي تشوف الهيل جولدن جيت بريدج في التريلر وغيره يعني بتوصل يعني بتجي امريكا. شوف الجولدن جيت بريدج يعتبر هذا فيجن عندنا متى؟ لا ما يمرون مدينة في واحدة جابوها دبي صح؟ ما جابوا سياتل مساء قلنا دبي سياتل. سياتل في لعبة في سياتل واتش دوغز واتش دوغز ما اعرف الالعاب وقلت
انا اقول واتش دوكس بس اي واحده. الجزء الاول صح، الجزء الثاني سان فرانسيسكو ايه، والجزء اللي بينزل بيصير نيويورك. يبي نروح نيويورك اجل قبل ما تنزل. رحت سياتل طلع لا مو بنيويورك، الجزء اللي بينزل يو كي فلوريدا. شو يسوون فلوريدا؟ يو كي خلاص محمد اخوي موجود ايه. بس كذا ها، يعتبر الحين خلصنا العاب بلاي ستيشن، خلصنا الالعاب مع الالعاب اللي خاصه بالنكست جن اللي هي الجيل الجاي ما عدا اللي هي شفنا كل الالعاب ما عدا جي تي اي. جي تي اي معروفه، جي تي اي اللي هي بس اللهم ما عرفنا معنى اكسباندد يعني وش ايش قصدهم بها. طيب شو الالعاب اللي كنت تبيها تنزل ما نزلت؟ لا تجي على الجرح يا ابني. مره 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 باتمان كأنك متخلق معاي اللي ارفع يلا باتمان. انا ما بقى احد ما تشمت فيني وانا قاعد اشوف اللايف ستريم. تبي باتمان انا داخل باتمان وباتمان ومونتريال وما نزل بعدين ما نزله كل مونتريال هذا الاستوديو. طيب شو الالعاب اللي متحمس لها اللي نزلت دي اللي اعلنوا عنها؟ الحين يعني هم لهالدرجه يعني كثار. ستراي ابي اشوف انا القطوه هذا ابي اشوف انا ايش جاوها وين يعني وش وهي ما بعد ما عندنا معلومات كثيره عنها. ديث لوب شكلها خط الفكره مالتها يعني جديده ديفرنت. الالين ذاك اللعبه بعد اغلبهم يعني راتشت اند كلانك ديمون سولز. بعد ديمون سولز لازم ديمون سولز دي تتخلي لها 3 شهور بعد شهور تصير عندك حبوب مال العصبيه عشان تتروق. ابي اشوف انا بعد لعبه هذه اللي تشبه كوجيما هذا اللي بتنزل بعد تنزل 2022 اوكي. بس اما هذه يعني توه البدايه ف الى الان مش ما في شيء يشدك يعني بقوه. لا هم حلوين بس هم خلي يجون. لا زين اللعبه اللي شدتك بقوه تبي تاخذها او تبي بلاي ستيشن عشان تلعب الى الان؟ الى الان ما في يعني لهالدرجه ما في يعني كلهم حلوين كلهم يعني تلعبهم بس ما في العاب. لان انا اليوم فتره طويله ما عندي ما في لعبه تعرف اللي ما سكرت نوم الليل لازم تلعبها. اخر لعبه صارت اللي هي Red Dead Redemption. اوكي ما في استنت ما في مافيا جديده؟ مافيا بكره مافيا بكره وان شاء الله الفيديو هذا شفتوه انتم ردي خلص بكره نزلت مافيا يعني اللي هذا يمكن بعد بكره ننزل عليه الفيديو مافيا بس ما في الحاله امين. لا انه بي سي جيم شو بي سي جيم شو انفلتره وما في في بي سي في اللي هي مؤتمر اسمه بي سي جيم شو ينزل على بلاي ستيشن. ينزل على بلاي ستيشن هم الالعاب اللي تنزل على البي سي وهذه اللي تنزل على البلاي ستيشن بس هو اسمه بي سي جيم شو. فيها العاب كثير بس خاصه البلاي ستيشن بس اوكي قبل البي سي. فبكره مافيا بكره احتمال بعد في كلام يقول لك بكره باتمان لي سنتين يعني وانا استناها ترى اللعبه. فالمهم ان بكره بالنسبه لكم نزلت اصلا اللعبه وش نزلت يعني اذا بتنزل نزلت من اكبر الالعاب اللي بتشدني فيه سبايدر مان. اوكي بس ففي نهايه الفيديو لا تنسون اشتراك بالقناه ونشر المقطع واكتبوا لي تحت في التعليقات اذا شو اللعبه اللي عجبتكم حق بلاي ستيشن وهل راح تشترون بلاي ستيشن 5 ولا لا. وانتظرون فيديو ثاني عن الهاردوير او بلاي ستيشن 5 القطع حقته والشكل حقه وش الانطباع عالي عن انطباع عن الراوتر عن اوكي قام يغلط لا اغلط انا ايش لي دخل السلام عليكم ولدي هو